لو انا عندي واي فاي ولو باسورد، بس انا ناسي الباسورد، اعرف الباسورد بتاعي ازاي بمنتهى السهوله من على اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي؟ علامه الواي فاي اهيت، الوايرلس واي فاي، بعمل رايت كليك عليها واوبن نتورك اند شيرنج. هاجي هنا على الكونكشن بتاعتي، اعمل دبل كليك عليها، فتحت لي واي فاي اف واي ستيتس، هضغط واي فاي بروبرز، هلاقي فيه حاجة اسمها سيكيورتي، هنا اضغط عليها، هلاقي فيه نتورك سيكيورتي كي دي الكي بتاعتي. لو انا حطيت العلامة هنا، عملت صح، ضغطت صح هنا كده اهو، هيطلع لي الباسورد بتاعتي. بس انا طبعا مش عايز ابين الباسورد بتاعتي دلوقتي، بس اي حد محتاج يعرف الباسورد بتاعته هيبقى بالنمط ده، ويقوم متضغط على كلمة شو كاركترز هيظهر الباسورد. وده سيمبل كده ابقى عرفت الباسورد بتاعي بمنتهى السهولة. يبقى تاني التكرار بيعلم الشطار. اقوم جاي على علامة الواي فاي اهي، اوبن نتورك شيرنج سنتر، اشوف الواي فاي اللي انا شغال عليه اسمه، اجيب وايرلس بروبرز، اجيب السكيورتي واحط علامة شو كاركتر، هيديني الايه الكلمة السر بتاعت الواي فاي بتاعتي. كده يبقى انا قدرت احل المشكلة وافتكر الباسورد بتاعت الواي فاي بتاعتي، وشكرا.